إلى تهديدات نتنياهو وحكومة نتنياهو ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، متحدي الجميع، متحدي المجتمع الدولي، أمريكا، كل الدول التي تضغط من أجل التخفيف أو وقف هذه المخططات الاستيطانية. مجلس الوزراء الحكومة الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ المخطط الاستيطاني E1 والذي يربط بين مستوطنات الضفة والقدس، وأيضا يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يفرض تقسيم الأقصى زماني ومكاني، تقسيم زماني ومكاني. أما حكومة نتنياهو فتعتزم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، كما أنها نشرت أخبار مفادها أن نتنياهو أبلغ واشنطن قرار تأجيل مناقشة خطة البناء الاستيطاني في منطقة E1 بين مستوطنة معلي أدوميم ومنطقة أو مدينة القدس، وهذه الخطة وهذا المخطط يعتبر الأكثر حساسية من الناحية السياسية، إذ أنه يقسم الضفة الغربية ويمنع أي تواصل جغرافي فيها، وبالتالي أي إقامة لأي دولة فلسطينية في الضفة. لمزيد من التفاصيل كالمعتاد ومن يعطينا الصورة بشكل أوضح، ينضم لنا عبر تقنية سكايب الخبير بشؤون الاستيطان الأستاذ خليل التفكجي. أستاذ خليل صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، بدي أسم بدنك على الصبح يعني. أنت رغم الحقيقة المرة لكن دائما بتعطينا الصورة أوضح بصراحة أستاذ خليل، وما فيش أكثر من سمة بدن المخططات الاستيطانية اللي بنسمعها كل يوم أو اللي بيهدد وبيلوح فيها نتنياهو كل يوم، يعني متحديا المجتمع الدولي والضغط الأمريكي وكل هذه الجهات. ها هو مرة أخرى تعتزم حكومته بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، وعلى حسب ما وردنا من أخبار أنه سيؤجل مناقشة خطة البناء الاستيطاني في منطقة إيوان بضغط أمريكي. هل لك أن تعطينا الصورة بشكل أوضح أستاذ خليل؟ يعني هو بالجانب في جانب آخر جمد قضية الاستيطان في داخل مدينة القدس، لكن في نفس الوقت هو يريد أن يبني في داخل الضفة الغربية، بمعنى هنا استيطان وهنا استيطان، لكن كما يقولون بأننا نسكت في هذه المنطقة، سنجمد هذه المنطقة في إيوان لبناء آلاف الوحدات السكنية ومناطق فندقية، لكن نحن سنبدأ في عملية البناء في داخل الضفة الغربية. تقريبا حسب الأقوال أنه هي حبس 4000 وحدة سكنية في داخل الكتل الاستيطانية. يعني اليوم الجانب الإسرائيلي والأمريكي أيضا، أنا لا أنظر إلى الأمريكان كما يقولون أنهم يضغطون بأنهم بل يغضون الطرف عن جانب، وفي نفس الوقت يسمحون في أو يجمدون في بعض المناطق. حقيقة ما تم الإعلان عنه اليوم في 4000 وحدة سكنية، واليوم هي في الكتل الاستيطانية الكبيرة الموجودة في داخل الضفة الغربية، سواء كانت في منطقة جنوب غرب نابلس أو في غرب رام الله أو في غرب بيت لحم. هذه الكتل الاستيطانية الضخمة التي يوجد فيها مستوطنين يعادلون 42% من إجمالي عدد المستوطنين في داخل الضفة الغربية. يعني عدد المستوطنين في أيار من العام الحالي بلغ 506,000 مستوطن في داخل الضفة الغربية، وبالتالي الجانب الإسرائيلي هو يتكلم عن 1,000,000 مستوطن في داخل الضفة الغربية. هو يمنع، هو لا يريد أن يقيم دولة فلسطينية. في نفس الوقت أيضا ليست هي البناء الاستيطاني، بل ما يجري الآن في قضية إقامة المناطق الصناعية، إزالة الخط الأخضر بشكل كامل كما يحدث الآن في منطقة قلقيلية، جنوب قلقيلية على أراضي الزاوية رفات ودير بلوط وأيضا منطقة كفر قاسم. إذا نظرنا إلى الخارطة كيف ستصبح الآن بهذا المستوى، سواء كان في داخل مدينة القدس أو في داخل الضفة الغربية، يعني أن الجانب الإسرائيلي لا يلتفت إلى الضغط الأمريكي. صحيح أن الضغط الأمريكي في بعض الأحيان يجمد لكن لا يلغي. هذه نقطة مهمة، انه يجمد ولا يلغي. لكن في استوقفني، تحدثت عن 506,000 506,006 في الضفة مستوطنين، ونتنياهو يريد ان يصل الى 1,000,000، هذا باستثناء القدس ولا مع القدس استاذ خليل هذا العدد؟
القدس 230 ألف لها وضع خاص، لأنه الجانب الإسرائيلي في القدس ويريد أن يركز على القدس باعتبار أن القدس شرقها وغربها تحت السيادة الإسرائيلية. أعطيك فكرة على هذا الموضوع، كان عدد المستوطنين في القدس عام 1967 صفر، اليوم 230 ألف أو ما يعادل 39% عدد السكان في داخل مدينة القدس. يعني اليوم عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية كنا 70 ألف، أصبحنا 345 ألف أو ما يعادل حوالي 61%، بينما الجانب الإسرائيلي في القدس الشرقية أصبح 39%. نحن الآن كفلسطينيين بالقدس الشرقية والغربية 39%، اليهود بالقدس الشرقية 39%. نعم. طيب بالعودة إلى منطقة إيوان والمخطط الاستيطاني إيوان، والذي أنت تحدثت عنه مرارا وتكرارا، قلت أنه الأخطر لأنه سيربط بين مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس، لكن نتنياهو هو قرر تأجيل المناقشة في هذا المخطط أو الخطة وليس إلغاء، وهذا أمر مهم جدا، بالإضافة إلى أن التأجيل كما فهمنا يعود بسبب إنشاء مستوطنة جديدة في هذه المنطقة، منطقة إيوان. إذن يعني أين التأجيل في الموضوع إذا كان ينوي إنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة؟ أولا بالنسبة لقضية إيوان عشان أعطي فكرة، هي مساحتها 12 كيلومتر مربع من أراضي الطور، أراضي عناتا بالإضافة إلى العيزرية، وليس لها علاقة بالقدس الكبرى. يعني كثيرا ما يخلطون ما بين القدس الكبرى ومنطقة الإيوان. اليوم أو قبل أسبوعين تم المصادقة على شارع اسمه شارع السيادة. شوف الخطأ وما يجري الآن في حزمة من عملية توسيع الشوارع، وما يتم الآن في منطقة قلنديا فحر الأنفاق. تم المصادقة على شارعين، الشارع الأول اللي هو ما بين العيزرية راس البابا أو جبل البابا تحت الزعيم يصل إلى منطقة حزمة، هذا الشارع هو فقط للفلسطينيين، بمعنى أن الشوارع التي هي موجودة الآن وهنالك الحاجز ستكون نظيفة من الفلسطينيين، يعني بمعنى أن هذه الشوارع للفلسطينيين وهذه الشوارع للإسرائيليين، وبالتالي منطقة معالي أدوميم ستعزل بشكل كامل أو سيتم فصلها عن العزرية عندما يتم إغلاق الشارع الرئيسي، وهذا ما تم الإعلان عنه. اليوم في عندنا شارع ثاني اللي هو شارع يبدأ من دوار مخماس، دوار مخماس تم المصادقة عليه مع نفق تحت قلنديا ليصل ما للمستوطنات الشمالية الشرقية من مدينة القدس مع منطقة تل أبيب. ما يجري توسيعه الآن في حزمة وتدمير منازل وإزالة ورش هي ضمن السياسة الإسرائيلية الواضحة لربط جنوب الضفة الغربية مع شمال الضفة الغربية عن طريق شارع تحت السيادة الإسرائيلية. وأقصد بالسيادة الإسرائيلية أن هذه ستكون فقط للفلسطينيين، كما يحدث الآن في قضية الشارع 70 الذي تم فصله، للفلسطينيين لديهم شارع وللإسرائيليين يفصلهم شارع آخر، يعني نفس الشارع مقسوم إلى قسمين للإسرائيليين وللفلسطينيين. الآن إيوان في الرؤية الإسرائيلية هي مشروع لمستقبل، بمعنى عدم إقامة أي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ولها مراكز سيادية في هذه المنطقة. لكن ما يحدث الآن في هذه المنطقة، تم إقامة البنية التحتية أقصد الشوارع، بالإضافة إلى إقامة مركز شرطي كبير ضخم في هذه المنطقة، يعني بمعنى آخر خطوة خطوة حسب كيسنجر للوصول للهدف الاستراتيجي أن نجد غدا أبنية قد وجدت على الأرض، وبالتالي الأمريكان لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء، لأن الجانب الإسرائيلي كما ذكرت في أكثر من مناسبة عمره ما ألغى قرار، ويجمد هذا القرار ويستخدمه متى شاء إذا كانت الظروف مواتية لهذا الموضوع. نعم، فعليا يعني بناء الوحدات الاستيطانية فوق الأرض هي آخر خطوة، بما أنه بلش بالبنية التحتية والشوارع وما إلى ذلك، يعني لم يتبقى شيء من هذا المخطط سوى بناء ظاهري شكلي سنراه في المستقبل. لكن كيف تنظر بناء على ما تحدثت أستاذ خليل عن مطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني إيوان؟
ضعيف هيك دائما، الضعيف دائما يفعل، نطلب من المجتمع الدولي، نطلب من الجنايات الدولية، الضعيف هيك يفعل، لا يستطيع أن يفعل شيء سوى الاستنجاد بالدول الأوروبية بالقانون الدولي. القانون الدولي معك صحيح، لكن بما أنك ضعيف لا يستخدم. تلاحظين كيف يحدث الآن في قضية أوكرانيا وروسيا، وتحدثين كيف في قضية الجانب الفلسطيني. انظري إلى جنوب لبنان كيف كان عندما كانت إسرائيل قوية، وعندما كان في قانون موجود، كان القانون لخدمة الحكومة الإسرائيلية، وعندما بدأت المقاومة في تلك الفترة كيف أصبحت إسرائيل هي تترجى الجانب الآخر. دائما الحق بدون قوة لا ينفع، الاستنكار والإدانة، وتطلب من المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا ينظر إلى الضعفاء إطلاقا، هو ينظر إلى القوي ويحترم القوي. هذا هو القانون الموجود، هذا الموجود في العالم ككل. عندما كانت الدولة الإسلامية، عندما كانت الدولة العثمانية بعزها، كانت دائما تتكلم بقضية القوة. عندما يصبح الإنسان ضعيف، المريض ضعيف، يجري عملية تقسيمه، وأيضا استثناءه حتى في الأمة العربية اليوم، بما أن الفلسطينيين ضعيفين، ما لا ينظرون إلينا كما ينظرون إلى القوي. بس تاريخيا بما انه من 67 كان صفر استيطان، اليوم نتحدث عن 230 الف مستوطن في القدس. تاريخيا هل سبق وان استطاع المجتمع الدولي ان يوقف اسرائيل من مخططاتها الاستيطانيه او ان يمنعها؟ يعني هذا لمحاوله فهم المطالبات المتكرره من المجتمع الدولي، هل سبق له ان فعل ذلك تاريخيا استاذ خليل؟ لا، في شيء. كل ما حدث انه في احد القضايا اللي هي الون موريه، عندما تم اقامتها في المسعوديه، تم الاعتراض على المخطط ونقله من المسعوديه اللي هي محطه السكه الحديديه تقع شمال غرب نابلس الى منطقه الجبل الكبير الون موريه. اما الالغاء، المستوطنات اقيمت مباشره بعد ال 67 في ال 68 عندما تم مصادره 3345 دونم من اراضي القدس، وتم اقامه التله الفرنسيه، وتم اقامه رمات اشكول، وكل المستوطنات وربطها كان على عجل يقومون هذا الموضوع دون النظر الى قرارات الامم المتحده، دون النظر الى مجلس الامن. كانت، انا بتكلم اليوم بال 68، بالسبعينات كانت اكبر مصادره. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيء، بالعكس استنكار، إدانة، وكفى المؤمنين شر القتال. وعلى هذا الأساس الحالة الوحيدة اللي يتم تجميدها الآن هي حالة خربة طباليا أو جبعات هماتوس أو خربة الطيارة كما يسموها، أو تلة الطيارة، لكن الاسم العربي تبعها خربة طباليا. تجميدها جاء من ألمانيا لأنها لها أراضي في هذه المنطقة للكتابة للكنيسة اللوثرية، تم تجميدها. الآن عندما يتفاوضون مع الألمان ممكن أن تنشأ، هذا لا يعني أن المشروع استكمل من الناحية القانونية، من الناحية التخطيطية قد استكمل. اليوم تأخذ الإجراءات مع ألمانيا، إذا وافقت ألمانيا أو سكتت ألمانيا على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات والتفسيرات، تحياتي لك الأستاذ خليل التفجي الخبير بشؤون الاستيطان، شكرا جزيلا.